يوم زواج بنتك انا متخيل ان انا وانت متزوجين والناس هذول قاعد يزفون انا وياك، ما يزفون بنتك وريلها. يا حنين، معقوله؟ معقوله يا عبد الرحيم؟ ايه صدقيني يا سميه، انت عارف ان انا كمان كنت بتخيل كده، يعني انت بتتخيل وانا بتخيل، ايه التخيل ده؟ شفت شلون القلوب عند بعضها؟ تخيلت، تصوري تخيلت انا وياك ليلتها ان احنا المعاريس، واشيلك وادور فيك البيت وحطك فوق راسي. طب وفيها ايه؟ فيها ايه يا عبد الرحيم اما اشيل؟ وبعدين ما كنتش اشيلك انا، مين هيشيلك يا عبد الرحيم؟ عادي عادي يا عبد الرحيم، وبعدين اصل انت ضعيف او ضعيف، مش هتعرف تشيلني، مش هتقدر. ماشي، بس لو واحد من العيال ولا من الاهل عرف بياكلون وجهي، ما اقدر بعدين احط عيني بعينهم. اخص عليك يا عبد الرحيم، اخص عليك. هو انت يعني تفتكر ان انا ممكن اقول لحد؟ اخص عليك، والله زعلتني قوي. سرك كبير يا عبد الرحيم. وعلى فكره احب اقول لك، ابو ريل بنتك طيب، طيب وايد وانسان محترم، رحب فيني وقام يقدمني ويا هلا وتفضل. وانا الحقيقه قلت له ترى انا وياك بنتزوج عن قريب. يا حنين، هو انت قلت للحاج علي انك هتتجوزني؟ لا، وقلت له اشكره، قلت له انت هي فضلتيني على واحد ثاني، كان هذاك يبي يتزوجك، بس انت فضلتيني انا وخليتيه يولي كمان. ويا ترى بقى هو زعل لما قلت له ان انا فضلتك على التاني ده؟ لا ما قال شيء، بالعكس قام يضحك، وقلت يعني اكيد هي رفضت هذاك لانه كان شايب. شايب؟ شايب؟ امال انت ايه؟ هو انت يا اخويا ما بتبصش في المرايه؟ طب وليه؟ ليه يا عبد الرحيم؟ ليه قلت له لفظ زي ده؟ حسيت بيني وبينك اني ارتحت للرجل هذا وايد وايد. ماشي يا حبيبي، طالما ارتحت خلاص. تعالي صج قولي لي بالله، هو شو اسمه علي شنو يعني؟ علشان لما اطبع كروت العرس احط اسمه. والله ما اعرف، انا عمري ما سالته اسم العيله ايه. اقول لك اكتب على كروت الدعوه علي الشايب زي ما سميته. انت شو تقولين سميه؟ الرجل ما شفنا منه إلا كل خير، رجل محترم حيل. بهزر يا عبد الرحيم، ما أنا عارفة إنه رجل محترم، بس اللي ما تعرفوش بقى إن الحاج علي ده هو اللي كان عايز يتجوز. ها؟ ما نصدقش انتي؟ ما شاء الله. اسمعي خير يا حنين؟ يا حبيبتي يا سمية، أنا يوعان طلبت أكل، قلت قبل لا يوصل الأكل أتصل فيك علشان اسمع صوتك، عشان تفتحين نفسي للاكل، تفتحين الشهيه، لان الشهيه اللي عندي خلصت. طب يا ريت النفس بقى اللي بتتنفسه مش محتاج هو كمان فاتح للشهيه، عشان ساعتها بقى هتكلمني كل دقيقه عشان تعرف تتنفس. ان شاء الله ما ارجع لك بطني. صحيح يا سميتي، لا قولي لي. خير يا رحمتي. محمد ابن زوجك هذا يشيل أثقال يلعب حديد؟ يعني بيروح جيم في الحنين كده. بتسأل ليه؟ حلو، يوم الزواج مو متفقين انك تشيليني؟ لا، خلي هو يشيلنا احنا الاثنين ويدخل فينا. خلاص يا عبد الرحيم، الدنيا كلها عرفت ان انا هشيلك يوم العرس، خلاص احرجتني قدامها نادي. اقفل بقى دلوقتي، اقفل. لا ما تصدقيش الكلام ده بيهزر. جامعك لان دم خفيف يعني شربات. خرب بيت عقلك يا هناني. لا سميه وين هي؟ نازله سميه نازله ان شاء الله. هذه عروستنا وصلت، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. سلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بالراحة يا هنادي هتشقلب على وش. بالعقل ديري بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، عين ما صلت على النبي تبارك الرحمن. هذه عروستنا وصلت، حياتي. دنو بنات دنو. كم هو واقف
تقدر تحضر مكسوفة أوي يا حمدي مكسوفة. إيش رأيك بكشختي؟ أوكي شباب يا أخوي شباب. إيه تسلم تسلم. ليش تسلم؟ مكسوفة يا حمدي بس خلاص شوفي الريال واقف. طب هو أنو فيه؟ لابس جمك لونه أحمر. أنا عبد الرحيم الشاب عبد الرحيم وعيال الله يحفظهم إخوانه وعيال إخوانه وهو أخوهم الكبير لا لا حد يقول لي لا بلاش زوزو عبد الرحيم لا أنت مش عبد الرحيم أنا عبد الرحيم ليش بنتي مصدقتني أنت عبد الرحيم صاحب عبد الرحمن جوزي الله يرحمه إي نعم أنا عبد الرحيم صاحب عبد الرحمن زوجك الله يرحمه لا طب اديني أمار انت فاكرة من 15 سنة لما كانت أمينة بالمستشفى؟ كان يوم اسود ومهبب من اتصلتوا فيه؟ اتصلنا بعبد الرحيم صاحب عبد الرحمن لا بس مش انت لا انا اتصلتوا فيني وكانت سيارتكم عطلانة وجيتكم بسرعة طاير وعملت حادث في شاحنة ايوه عبد الرحيم عمل حادث في شاحنه فعلا ايوه وهذه العصات تذكرينها من جايبها لي انا كنت معفنه قوي واسترخصت عبد الرحيم اي نعم انا عبد الرحيم صدقيني عبد الرحيم سوسو رحمتي سمسمتي انت يوم ها وين رايح قاعد بعد انت رحمتي وسمسمتي بس ابوكم ما ادري منو اخوي على راحتك يا ارض احفظي ما عليكي ما شاء الله نور المكان نور البيت حياك تعالي يا روحي تفضلي يا سلام ايش رايك ايه الاكل ده كله يا عبد الرحيم معقوله احنا ناكل الاكل ده كله لوحدنا يا حبيبتي هذه احلى ليله بعمرنا الليله ما تتعوض الأجفل هذا شوية ما أنا ما سويت شيء أنت تستاهلين أكثر بس كذا ممكن يعني يجي لنا تخمة يا ريت أنت مش عايزاني أنا بتخين وأرجع زي الأول خلاص الأكل هذا يرجعني مثل الأول مثل ما أنت تبي أنا سعيدة قوي يا عبد الرحيم الله يديم سعادتك إن شاء الله لكن شوفي بصراحة أنت مهما كنتي سعيدة لكن مو مثل سعادتي أنا ودي أطير ودي أغني أنا ما أدش أقول لك أنا يمي العمر كله يعني سعادتي فايقة الحد